إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان مصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان مصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماتت بنت إسحاق وأخت يعقوب. ماتت من فتحت قلبها وبيتها ليوسف الصديق، فماذا سيجري في الأيام القادمة؟ سنرى. علينا أن نحرس أغنامنا من الذئاب الخبيثة. يهوذا، فيما شرودك؟ يهوذا، أفكر في يوسف. كلنا نفكر في حب أبينا ليوسف، ولا بد أن نكون يدا واحدة ضد يوسف. سأقرر ماذا نفعل، ولا أريد أحدا منكم أن يعترض على ضرورة التخلص من يوسف. وما الذي سنفعله للخلاص من يوسف؟ لا تتعجل يا رأوبين، فإننا ما زلنا نفكر في الأمر الجلل.
لا أدري إلى متى هذا التمييز ليوسف من أبيه ومن قبله فائقة. إن أولادنا يشتعلون غيظاً يا بلها، كاد الغيظ أن يفتك بهم. ماذا لو أصبح يوسف هو النبي من بعد أبيه يعقوب يا زلفة، ونال هذا الشرف العظيم؟ لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث، ولكن يوسف له هيبة ومكانة بين الناس بالرغم من صغر سنه. نعم، إنه جميل وذكي وخلوق، ولا يختلف على هذا اثنان. نعم، وإن أباه يعقوب في سعادة كبيرة به، فهو خير خلف له. ماذا جرى لك يا يهوذا؟ لقد هاجمتنا الذئاب اللعينة. الذئاب؟ الذئاب؟ وماذا فعلتم؟ وكيف حدث ذلك؟ كنا نتحدث عن يوسف، وفجأة هاجمت الذئاب القطيع. يوسف، يوسف، المشكلة الكبرى في حياتنا هي يوسف. هو بالفعل مشكلة، ولكن ستنتهي قريباً. لك الله يا يوسف، ما كل هذا الحسد ضدك يا نبي الله؟ وجاءت الليلة الموعودة، جاءت ليلة الرؤيا التي غيرت مجرى حياة يوسف وأبيه يعقوب، وجاء موعد فاصل في حياة يوسف. رأى يوسف 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. يوسف سيتحول إلى علامة فارقة في تاريخ الأنبياء والصالحين. يوسف سجد له الشمس والقمر، وقص يوسف رؤياه على أبيه، وخاف يعقوب على ولده يوسف من حسد إخوته، ومنعه من قص الرؤيا عليهم مخافة أن يكيدوا له مكيدة لا يستطيع يوسف الصبي تحملها. وتعجب يوسف من نصيحة أبيه يعقوب له بعدم التحدث برؤياه على إخوته، وأطاع وسمع لأبيه دون جدال. رحمك الله يا أختي الغالية، رحمك الله يا أم يوسف. لتعلم يا بني أنك ويوسف مثل أبنائي بعد موت أمكم راحيل. هيا يا إخوتي، فإن الأخت أم لإخوتها، هيا. يوسف أمانة في عنقي، وقد أوصتني أختي راحيل به. أنا لا أتحمل على يوسف وبنيامين الحزن. كلما ابتعد عني يوسف، كلما ازددت قلقا عليه يا دينا. وظل يعقوب محافظا على يوسف حتى لا يمسه أي سوء من إخوته الذين دبروا أمرا للخلاص من يوسف. لقد أبلغتكم عما سمعت من رؤيا يوسف وتفسيرها، فماذا أنتم فاعلون؟ فقد كنت إلى جوار يعقوب ويوسف وهما يتحدثان. إن أبانا لفي ضلال مبين، لقد نفد الصبر يا إخوتي،
كيف يرى 11 كوكبا له ساجدين والشمس والقمر أيضا؟ معنى هذا أننا سنكون عبيدا بين يديه. لا بد من وضع نهاية لما يحدث بيننا وبين يوسف. ماذا ترى أنت يا يهوذا؟ القتل، الدم. لا يا أخي، لا، إلا القتل. وما البديل إذن؟ إلا القتل يا إخوتي، إلا القتل. من الممكن أن نفرق فقط بين يوسف وأبينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. اللهم احفظ يوسف ابن يعقوب من الحاقدين ومن الحاسدين، فإنه قرة عين أبيه يا رب العالمين. يا زاهد، هل يساورك القلق فيما يدور حول يوسف؟ نعم، فليس للناس حديث في كنعان غير هذا الذي يحدث من إخوة يوسف تجاهه. مع كل هذا الحقد يحدث أي شيء يا تقي، فيوسف منذ ولادته محبوب من الجميع، وهذا ما جعل إخوته يحسدونه وربما أرادوا إيذاءه. ربما، ولكني لا أدري ما الذي يفكر فيه هؤلاء الفتية. لقد اتهموا أباهم يعقوب النبي بالضلال وظنوا فيه ظن السوء، وأنه ظلمهم بحبه ليوسف. وكان يعقوب يتعبد لربه أن يهدي أبناءه. وحيدا يا يعقوب في خلوتك، مهموما وحزينا لما يجري بين أبنائك. ما رأيكم لو أخذنا يوسف معنا إلى الصحراء ونحن نرعى الغنم؟ أعتقد أن أبانا سيرفض خروج يوسف معنا. إذن يذهب بعضنا لأخذ موافقة أبينا. لاوي، فلتذهب أنت وخذ معك يشجر. وإنما قال لهم يعقوب هذا لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكأن 10 من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه، وإذا ذئب منها يحمي عنه، وكأن الأرض انشقت فذهب فيها فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام، فلذلك خاف عليه من الذئب. ورفض يعقوب خروج يوسف مع إخوته خشية أن يأكله الذئب. قال إنه ما زال صغيرا ويخاف أن يأكله الذئب. ألم أقل لكم إن أبي سيرفض هذا الخروج؟ أبي يحب يوسف ولا يستطيع فراقه. لا بد أن يخرج يوسف إلى الصحراء، لا بد، إنها مسألة حياة أو موت. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. لما اخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب ابوه ليه، واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت، واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت. احنا خلاص نرمي في البيت، نسيوا
ابن سيدنا إبراهيم نبيه المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقويه حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين